السائلة أم حسان من الرياض تقول: كثير من النساء هداهن الله يذهبن إلى بائع الذهب بذهب قديم فيبدله لهن بذهب جديد، بل يبدل به لهن ذهبا جديدا ويدفعن الفرق، فهل هذا العمل جائز أم هو من الربا؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا العمل غير جائز وهو من الربا الصريح، لكن من أراد أن يستبدل ذهبا بذهب آخر، الطريق الصحيح أن يبيع الذهب الذي يريد التخلص منه، يبيعه بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهب الذي يريده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أراد أن يستبدل تمرا بتمر أجود منه قال له صلى الله عليه وسلم: بع الجمع يعني التمر الردي بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. هذه الطريقة الشرعية. نعم.